والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا سيداتي أنساتي سادتي مخداتي ووسادتي. أما بعد على قولتكم بروحهم بيبنوا لهم بيوت، خلى اللي عليهم علامة بيوت ينقشعوا، ما عندي أي مشكلة. لكن المشكلة اللي عندي هي يتني عاصفة، في واحد شيء بتوفى الله يرحمه مسكين. والله شوف المقبرة قاعد يستوي لها بقريد وما حد فاضي لك. سنومبا از نو ماتشر انف تو هاندل كم سموت اوف مانوال ليبر. اوكي هذا بيتدمر. بنبني لما الحين بنسوي تطوير القادم، لحظة التطوير القادم بيكون هذا صح. هي reinforced shelter. انا مهتم اني اشوف كيف انهم راح يبنون لعمارهم بيوت يقدرون. انا ادوخ براسي الشاشة بعض الاوقات. زين هاي الشغالين ينتجون حصة، هاي قاعد يسوون ابجريد برايورتايز. يلا في ناس موت هني. الحزن ما عنده بطارية. شو البطارية؟ شو علامتها؟ يبالنا اكستندد انفورميشن نعرف وين. ماي عندهم ماي البير، يقدرون يشربون من البير مو مشكلة. هذا حتى لو متجمد. نحن ليش تأخر عنا الماي آخر مرة يا جماعة الخير؟ لأن نحن كنا نسوي أبجريد حق البير. هذا إنجينير تسوي البير، هذا البير. وبعد في أبجريد، بعدنا أبجريدنج، بعدنا قاعدين نسوي أبجريد. كنت أتمنى بس هني لو فيه طريقة أعطيها أولوية الشغل على أساس إنه أوكي. الحين المقبرة حصل لمسات جديدة. اللمسات الجديدة شو راح تسوي؟ راح تخليهم في واحد توه تمن بقونو. يلا اشتغل تمن بقونو وياهم. نقط هبدأت مساكين. والله ما اعرف شو اقول لهم مساكين الصراحة، بس فضينا المقبرة شوي حكم. هاشو شو يسوي؟ احرق الجثث، افضي المقبرة. يا الهي ما هذا، ما هذا؟ هاي يزيد حجم المستودعات ويزيد قوة المسكن. هاي يسوون لوكال بزنس. خلنا نسوي، لان نحن الحين عنا يا الووتر فلو ستدي بيدرسون. في عنا بيطلع جيل شوي متعلم بما ان عنا مدرسة وفي طالبين. بس صح ان الطالبين، بس على الاقل اعطينا فرصة تعليمية حق فئة من فئات المجتمع صح. وعندنا خلي الشتاء يروح، الشتاء ناكبني والله يا يعني نكبة الشتاء ذي والواحد ينكب. هاي ليش ما عنده احد يونسها؟ لا تفهموني غلط عقب. القصد يعني ريل يعني. اوكي قمنا انتاج الاكل مرة ثانية، اشتغل عنا الحمد لله اكل عنا حق نهاية الشتاء. اظن البير شغال بعد، يشربون من ابار المياه. ما في وايد. هاي مشكلة، اظني بمبات. انا اتعبي البير وقت يا حرام والله متجمد كل شيء. المصيبة، مصيبة المصايب، انتو قلتولي انا عارف ان هذا البير. هذا اقرب، انا ابا واحد نفس هذا. انا فاهم ان البير، انت قلتولي البير صح، انا فاهم ان البير شو يسوي. البير يحتفظ ماي حقهم يشربون، بس انا بغيت ابا حق انتاج. انتو الحين ذكركم زعلانين والله، انا بنكبكم والله. اوكي انت مو شال شيء، مو بشال شيء، بعرف شو قاعد تسوي في حياتك. اذا مو بشال شيء والله يعني لازم انبكم واحد واحد والله. انكم انتم ابوكم فايد فارمرز نت افاليبل. يا مزارع، مزارعتي تعال. رايح. اوه نايس، كاتب لي رايح يشرب. زين اذا نسوي لهم اللي هو المطعم كبر، خلينا نحط لهم طباخ جديد. ما با ليش ما تبى؟ ما ادري ما تبى. بحطي واحد ووحدة في كل مطعم على اساس انه يستوي فاميلي بزنس، عرفتوا؟ اخاف تطلع من زوجة واحد ثاني وتستوي خيانات. المهم ما علينا، اعتبروني ما قلت لكم شيء.
سوالفهم زينة. بنسوي مزرعة زيادة هني، اوكي، وبنسوي عند المزرعة أباب رماء. بئر ماء، هو بئر الماء. زين، المشكلة نحن الحين شو قاعد يستوي عنا؟ قاعد يستوي عنا، قاعد يعبوه خشب هني في المقبرة. شوفي هذا، لحظة لحظة لحظة، تمام، في شيء أحمر فوق راسه. ما شو الشيء الأحمر؟ ياميكو كوزو سبوز كوبا بومبا اللي تو شغلته. ما عندهم عيال. ليش ما عندهم عيال؟ لازم عيال. زين، كم عندنا انتاج المي؟ ما عندنا انتاج مي وايد زايد ترى، شو بسوي؟ وهني المي، لا والله خليني اشوف برايه المي، بنشوف الكوكب كبرى صار ما عندي مشاكل. بس خلنا نحط في ناس عايشه هني بعيد. زين، بنحط عندهم هذا الريزرفو، هذا هو. انا وين قاعد ادور شغل مساطيل؟ هذا قاعد ادور مكان غلط والله. الصبح هذا هو قدامي، انا الصبح شكله قبه شيء مخزن والله العظيم. نكبونه هاي لهم، والمينيو مالهم. خلنا ننشف ماي البحر هذا، خلنا ننشفه، خلنا ننشف ابوه لستي سكايلان. نشفناها، ما بنشفه، نشف ابو يابت ام بعد والله، نشف يا عمي. انزين الحين البير مانا الاساسي مانا قاعد يجمع ماي ولا ما يجمع ماي؟ اوه قاعد يجمع ماي، بس ما بيكفينا ترى ابدا، ما راح يكفينا. بنسوي كذا مخزن ماي، بس المصيبه هني مخازن ماي ما راح تكفي. هذا ريزرفوار. زين، راح نسوي عنده بمبات الماء، بمبات الماء، بمبات الماء. انا برايي نضيع هذا. زين، بنحط بام ماي، بامب ماء، ووتر بوم. زين، و تمكي مات، شكرا يا تمكي. تمكي كان رجل محترم، انسان طيب. زين، ليش ما اقدر اسوي ريسيرش حق هاي؟ يمكن لاني مش باني شيء يخصه في الصيد، بس ما عندي شيء حق صيد اصلا. عشان ماثيماتكس انجينيرز بيجن وركينج اون سترينج. اوكي، يعني نحن بنكتشف الرياضيات. في عندنا بيولوجي، ركزوا معايا، عندنا ماثيماتكس ورياضيات. بس الحين خلونا زين رينفورس هذا ركوير، بس شو يسوي؟ بيزيد مساحة، بيزيد لنا مساحة المخزن. عندنا وايد مخازن، ما اعرف بحتاج مساحة مخزن تزيد. ها سؤال ثاني، لان الحين مثلا ومزارع هي اوكي يسوونها بسرعة. السالفة صح، انا نسيت ان في اعصار جاي. متى الاعصار جاي؟ باقي دقيقة على الاعصار، باقي دقيقة. اوكي، بمبات اللي عندنا يمديها اظني تترس بيرين. خلنا نعطي اولوية حق هذا، اظني من الدم 1200 ما يبين عندي والله، ما يبين ابدا ابدا ابدا. فير وين مكيكا اولديج، مسكين مات، مسكين والله. في بعضهم طيبين، احرقهم حرام. احس حرام والله حرام، ولو اخترب شيء هم يصلحونه بروحهم. وهايتنا العاصفة، ما قدرت اشوف تشكل السحب من هنا. لما نوصل هنا المفروض يكون في احوال جوية. يا حبيبي ديش بدعم الحين، شوفوا بكسر. اوكي اوكي، سخيف سخيفة. الماي بعدين ينتج، اهم شيء الماي بعدين ينتج. اوكي، ها شوفي كلهم بيموتون خلاص، منتهين.
كلهم بيموتون. يا جماعة الخير والله ما اعرف شو اسوي لهم الصراحة، بس هذا ما قاعد يلا اي ريسورس. خلنا نحط محجر هني ان صح التعبير، محجر ما اعرف هل هي جملة صحيحة من البداية اصلا. هذا مرة مكسرة صح، مشكلة ما بكسر بيوتهم والاروم احطيه هني اظني. شوفوا والله بكسر بيتين خلاص. ايه اوكي اي هاف تو سوري جايز، ام سوري جايز، بس دوروا الكمبيوتر محتاج شيء داخل قريب، وهني المخزن فاضي. عندي وايد عماله بس العماله الكثيره هاي ما قاعد تسوي لي شيء فعلي. زين عندي مواد طبخ انا ولا شو السالفه؟ زين ممكن عاصفة تروحين كينا. ها قاعد ينتج، معقول قاعدين نصرف اكثر من الانتاج بوايد. ويت هذا ابجريد حق شو كان نسيت. والله نسيت، متأكدها ابجريد حق البير صح؟ ابجريد حق الابار، بسوي ابجريد حق بير واحد. انزين بتشوف شو يسوي البير هذا، وان ابجريد البير بيكون شي زين. مصدر الماء الحين مش مغطى 100% عندنا، كان الحين مساحة نتكلم بس ناقصنا حصة وايد، والله وايد ناقصنا حصة ترى. خلنا نبني محجر ثاني، لأن شو راح يستوي هذا؟ هذا راح يبني خشب. زين وراح نبني شو ثاني بعد؟ نبي يستوي عندنا وايد خشب، خلينا نحطهم الخشب هنا. نعطي أولوية حق هذا لأن هذا بيطلع لنا حصة، بس كل شيء عليه أولوية أصلا. أنا عندي في الدنيا على فكرة وايد سكان وشعب عندي نقصوا، وايد نقصوا. النقص هذا مش صحي أبدا للمملكة مالي، إذا بتم على هالحال بيبي العيد. ها معنا عادي المملكة على كفير الانهيار، وما عندنا آبار كفاية، ما عندنا ماء يكفي. الماء في فصل الصيف خريف شتاء نعم يكفي، بس باقي فصل الشتاء بس هذا ينقصنا ماء، وهاي مصيبة. أكل قام ينقصنا الحين، وايد أكل قام ينقصنا بعد. خلنا نشوف المزرعة شو أخبارها. توز كروب سولنا هذا، بنبني مزرعة. لحظة شو يبالنا؟ فيشنج بير لوكال بزنس، ها شو بيفتحنا؟ ابغى فيشنج، بس فيشنج مش قادر افتحها لسبب من الاسباب، ما اقدر ابطل هذا. كالندر ماتيريال ريفاينمنت يبالها، ماتيريال ريفاينمنت وينه؟ المفروض عندنا متير، هذا متير ريفاينمنت عندنا، عندنا متطلباته. كالندر عندنا صح؟ ايه كالندر ما يفتح ما غيره، مش قادر اسويه. ليش مش قادر اسويه؟ زين عيل اذا مش قادر اسوي هذا، بيت المزرعة وين فتحت لي هني صح؟ بيولوجي ابجريد هوسبيتال هيرب كاباسيتي الى اخره، فارم ابجريد اوكي. يعني لازم نمشي بالاتجاه هذا اللي فوق قاسي نمشي. ها شو اوكي، هاي الريكويرمنت واتش تاور نقة ماي تزيد عندنا، هاي يفتح لنا لوكال بزنس بنحتاجه قريب. وعندنا شوفي كان عندي كم ابجريد ارمي اسوي، طبعا الابجريدات اللي على هايل صعبات لان الحين نحن بعدنا. هسبتال كحي كحي، انت بروح تكحي يلا كحي واخرطي بعد.
زين عندنا هنا خشب فول، بس عندنا مشكلة في الحصان، على كثر المحاجر اللي عندنا، على كثر الانتاج ما قاعد ينتجون. ليش؟ ولا هني قاعد ينتجون عدل، ولا هني قاعدين ينتجون عدل، ولا قاعد يبون عيال ترى على فكرة بشكل كافية، لأن هذا فارمر نت اند سايت. لازم نحتاج مزارعين، لازم نسوي فارم ابجريد للمزرعة، لازم نسوي لها ابجريد. ما سويت لها ابجريد راح توهقنا وهقة مش طبيعية، لأنه بيكون في اثنين يشتغلون، بيكون أصلا الشغل أسرع. ها شوف وود ريفاينري، خلى سمبوسة شغلة، وهذا وعندنا ها شو مطعم نالة، وهاي رينفورس شيلترز. أوه بيسوون ابجريد حق بيوتهم صح ولا بنكر؟ رينفورس شيلتر اوكي، وير هاوس ابجريد انجريس ستوك بايلنج. نحن نبغى هذا الحين فارم ابجريد. هي لازم نسوي فارم ابجريد، لان عندنا مشكله بتكون دقيت على الاركيف. زين هذا فارمر از نوت افاليبل ان سايت، خلينا نسويها. هذا ليش ما عندنا في مزارع؟ لحظه تعال يا زرع يا صديقنا الصدوق، تعال يا كلروني كلروني دونج ناثنج. كاتب لي قاعد يجهز. انا حيد الحلقه الماضيه كان كاتب ما يقدر انه يسوي اساسا. اوكي رنق بيوم قال لي مو مشكله، خلينا نشوف حله بعدين. هاي قص قص شير، هذا فل ولا ليش ما عندي انتاج مي؟ انتاج المي فوق الاستهلاك يا حبيبي. خلينا نسوي حق هاي البرايورتي، هذا 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 العله. زين في عندنا محجر هني شغالين. زين عندنا انا اسميه محجر اللي ما اعرف يسمونه ترى، فاذا الاسم غلط يعني عادي يعني تحملوا شوي، ما اقول له محجر فتره. سوري فاينري هوسبيتال اللي بونا دكتور سمبوسة، كلهم سمبوسة مسوينهم. ما عندنا ماي الحين، ماي انا الشتاء وقاعدين نحن نخسر اوريدي ماي، واللي هو شيء فظيع ترى، لان اذا يانا الشتاء فاكل تبن. اذا يانا الشتاء هذا بيستوي. هذا يبغى له حصى عادي فاموره طيبه. وين اسوي حصى؟ متل ماين ابجريد ووتر بومب. مهم 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 وايد مهم يا حبيبي يا حبيبي. ابجريد حق هذا نبغى ابجريد، والله ابجريد وايد مهم. كلهم ما عندهم حصى، شوفوا انا لازم اوقف شوي شغل العبط هذا اللي قاعد اسويه. بعدين ما عندي مويه، والله ها قاعد يحرق في العالم اظني. بعد النار مش جاهزه، والله ما احب سالفه الحرقه ما عيبتني. لو مقبره كانت تشيل وايد ناس ما كان احسن؟ ما ادري اتصور انه كان بيكون احسن. وجهات نظر هي في النهاية. مطعم هني مكتمل هذا، ليش انا طالب وايد هالكثر منهم؟ حاسس اني ندمان. اخ مسكين.
ستون هات مفروض عندي ابجريد ترى حقهم. ما ولا ما اعرف بعده. في اثنين مرضى عندي. الشعب عندي قاعد ينقاس. يا جماعة الخير شو اسوي؟ شو اسوي يا جماعة الخير؟ خلنا نبند هذا ونطرد هذا من الشغل، خلي يصير دور شغلة ثانية. بندنا هذا خلاص، سكرناه من على الوجود. وها شو قاعد يسوي؟ شو قاعد تسوي هاي؟ تلعبه؟ ناقصين والله، مفروض نسوي تشايلد ليبر. هانترز هات زين، حط حد يداوم هني قبل لا تضرب. توز انيمال اسمه الانيمال، تراب ميديم تراب. سوي تراب هنا هذي مسل. اوكي سويت عضلاتهم اقوى. الربع عندنا الحين لازم ندورهم. ابجريد ووتر بومب. عشان يسوي الووتر كاباسيتي ووتر فلو ستدي. اوكي خلنا نشوف شو يعطينا هاي. ما قاعدين نسوي نحن اصلا، فشو بسوي؟ بسوي هذا لانه يعطيني البير. البير بيسوي لي وايد وايد وايد، بيسوي لي البير وايد بيسوي لي. زين الحين هذا لازم نبني لانه حوله حصان. يا ليتهم بس يتكاثرون شوي، من فترة ما شفتهم يتكاثرون، يمكن لانه ما عندهم اكل. في اكل بس مش الاكل اللي يكفي. شوف الاكل عندنا قام يزيد شوي، بس لو يبنونهم الووتر بومب هايل بنحل مشاكل الاكل كلها. لان في عندنا ووتر بومب انكسر بعد. اشو متوهق كم اكل بينتجون؟ يعني هذا السؤال، كم ممكن ينتجون الاكل؟ هاي المصيبة. شو كيف ممكن استغل الاوضاع؟ كيف ممكن استغل الاوضاع؟ احاول الحين افكر فل المقبرة. ما اعرف انا شغلته بالطريقه هاي ولا بنته، مش عارف صراحه. ها شغال، ذاك شغال، بس في تناقص تناقص تناقص. لان عندنا معنا الشعب عندنا. ها شو قاعد يسوي؟ وضع مش ممكن، الوضع مش ممكن. خلنا نشوف باث انفلونس. لوكبون واي بانك بنس اخرى ديويف. ما اعرف في شغلات انا اظني لازم استعملها. افكت برودكشن عندنا ديشن. زين شو بسوي؟ ريكريشن كومبليتد. مش مايننج، لا اللي بسويه خلهم سريعين شوي، بزودهم على اساس انه يا تنقص اعدادهم عندي. فاللي بسويه انا اللي بستكشف الحين كيف ممكن ان هاي البيوت تتطور
لأن هاي الحين المفروض يخدم هاي المنطقة. حلو، بس هذا ما قاعد يخدم نفسه حاليا. انزين، ايش اخباره؟ فار هذا المزرعة الفاشلة. لحظة استمر. اوه نايس، خليهم يسوون هذا. هذا يخدم هنا خدمة مش طبيعية الحين، ممتاز. شوف اللي قريب من المدينة فنان. الحين شو لازم اسوي؟ لازم اسوي سوالف نفس هاي. بنحل المشاكل شوي، بس خلينا مي. شوفوا استهلاك الماي نقص عندي، بيتكاثرون شوي زيادة اتصور. انا اتصور بيتكاثرون. الريسورس ناقصات، الريسورس ناقصات، الريسورس ناقص. ما عندي ناس، ما عندي ناس. خلنا نفنش واحد يمكن يبني هني. في ناس هني بانية، very nice place. في عندي ياهل واحد بس الباقي مفروض صالحين للشغل. لحظة، الماي هل هو يزيد يوم في مطر؟ ايه، اذا في مطر يزيد الماي. نايس، وايد حلو، بس شي بسيط اظني. ابغى اطلع ناس من الوظايف. واحد اشتغل هنا، ابغى ناس فاضية شوي. هاي شو؟ اخس اخس. انزين، يقول طلع هذا روح. اشو وود ريفاينري، ما نبى وايد خشب. كنسر واحد، نبى ستون، نبى اثنين. ريستورانت اوكي، هذا ما نبى شغال. عندنا ماي قاعد يطير، ماي قاعد يطير يطير. هذا فار ابجريد هني، نبغى هني يكون عندهم بوبوك. يا جماعة الخير، انزين. هذا شيء مهم، ما اعرف كم واحد يشل، بس خله. المشكلة لازم انا اوقف سالفة احط شغلات العشوائية هاي، لازم اوقفها. ما نكبني غير الشغلة هاي ترى. لوكال بزنس، نبغى لوكال بزنس الوسط بعد. اذا يستوي زين مشروع، مشاريع داخلية تخدم الناس، يقدرون يسوون بينهم تريد شيء. حد عنده اكل، حد عنده هذا، حد عنده ذاك، حد عنده، كل حد يكون عنده شيء. عرفتوا المزرعة فيها حد؟ هي المزرعة فيها حد. ايوه، ليش ما يسوي شيء؟ ما في ماي، شو بيسوي؟ المزرعة فيها حد، اوكي ممتاز. عندنا نحن هذا شبه مبناي، هذا شبه مبناي، هذا ما بنو. هل يحاولون يصيدون؟ ما عندنا اكل، والشتاء يا ما عندنا غير مخزن ماي واحد ناشف. عندنا مخزن ما منه فايدة. هاي مصيبة اللي يسمونها مصايب، مصيبة المصايب، نكبة النكبات. انزين، هذا طلب ابجريد من متى انا؟ من متى طلب ابجريد؟
ما عندي ناس، انا يمكن ما استغليت في البداية الناس بشكل صحيح، انا ما استغليت الناس بشكل صحيح بصراحة. ما في هني بيوت، كان عندي ناس، كان عندي وكل اللي عندي اظني باقي يشيبون. هي عندي وايد ناس اعمارها كبيرة، شوفوا معدل الاعمار عندي كبير، ما عندي اهل. شوفوا بخلي حلقتنا هذا اليوم مأساة المملكة، ادوني كومنتات تحت شو نسوي في السلسلة هاي، شو نسوي في السلسلة هاي. قاعد اتشاور عيدها من البداية انا على فكرة. شوفوا لكم خاطر عيدها من البداية، كلموني انتو، اكتبوا تحت في الكومنت المشكلة. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.